مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت، وضيفتي في الاستوديو النائب حليمه قعقور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ادم. مواضيع كثيره سنتناولها في هذه الحلقه، كنا مبلشين بالاتفاق على المحاور بمواضيع معينه، ولكن هلا تباعا عم يبلش يجي التجاوب من قبل بعض الوزراء بالمشاركه باللقاء التشاوري في الدمان بعد الدعوه اللي وجهها رئيس الحكومه نجيب ميقاتي. في بعض الوزراء أبدوا يعني استجابتهم لهذه الدعوة، بعض الوزراء هلأ عم بيعبروا عن مواقفهم. شو رأيك بهذه الدعوة الوزارية التشاورية في صرح ديني؟ يعني أنا عم تسألني أنا اللي كتير واضح موقفي من هذا الموضوع، وأنا قايلة أنه لا مجال لبناء دولة، لا مجال لبناء مواطنة إلا عن فصل الدين عن الدولة، لا مجال بقى أنه نعمل سياسة بالطريقة المنطقية العلمية عبر سياسات عامة، عبر فصل السلطات، عبر سيادة القانون، عبر مخاطبة الناس، عبر وضع سياسات عامة بطريقة تشاركية مع الناس. تجوا آخر شيء بتروحوا بصرح ديني؟ يعني أنا ما عم بفهم شو هيدي الأدوات اللي عم بتعزز من فعاليات إذا بدك السياسات الحكومية، من فعاليات هلأ دولة عم تنهار، مؤسساتها العامة عم تنهار بطريقة شاملة وكاملة وسريعة قدام خطر كتير كبير بيستدعينا إعادة النظر بكل شيء عملناه قبل. أصلا خلص مفروض كل حزب يقعد يعيد النظر ويعمل نظرة نقدية لكل شيء عمله لنشوف كيف نرجع ننقذ ما تبقى من لبنان ونبلش ببناء دولة. منرجع لنحنا، لنرجع لبدل ما نحط نعزز هذه المؤسسات الدستورية الحكومة والبرلمان، نرجع منروح على صرح ديني. كل الاحترام للصرح الديني، ولكن يجب أن لا يتدخل في السياسة. المقامات الدينية والمؤسسات الدينية تتعاطى الدين والسياسة تتعاطى السياسة، غير هيك ما رح نبني أبدا دولة تمثل الجميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن عقيدتهم وتخدم الكل بدون أي تمييز. بس الانسداد بالأفق السياسي، ومثل ما أنت ذكرت الانهيار الكامل والشامل يعني المتسارع لي ما تبقى من نماذج أو ما تبقى من مفهوم حد الأدنى يعني لوجود دولة، مساهمة أو مشاركة الصروح الدينية وهي مؤسسات يعني معترف فيها وأيضا لها يعني ميزانيات خاصة من قبل الدولة، مش بيصير ضروري لتفادي هذا الانهيار المتسارع بإشراك الجميع بورشة أو ما يصطلح على تسميته ورشة؟ هيدي بدأ أصول تانية ونماذج تانية. وضع السياسي العامي أول شيء، البيان الوزاري اللي إجوا على أساسه وبدوا يطلع سياسات عامة للحكومة وسياسات عامة لكله من الوزارة، هيدا بحطه لكل وزير بوزارته، بيجي بحط سياسة عامة وبحط مين ستيك هولدرز، مين نحن المعنيين ليجوا يتشاركوا معنا بحل الأزمة. هي ما عم بتصير، يعني أنه كل القطاعات المفروض تكون عندكم على الطاولة عم تتشارك، والخبيرين والخبراء والخبيرات اللي مختصين بهالمواضيع أنتم مستبعدينهم من وضع أساسات العامة ومن التشارك، وعم تروحوا تشاركوا السلطات الدينية المفروض هي ما عندها الخبرات بهذا، ما عندها الخبرات العلمية بالملفات المفروض تندرس. يعني نحن شو عم نعمل؟ أنا برأيي هيدا بعده إذا بدك العمل من خارج الدولة، خارج مؤسسات الدولة، خارج مفهوم الدولة، وهذا الشيء ما رح يساعدنا أبدا لأنه ما ساعدنا بكل السنين اللي قبل، وشفنا نتيجة نحن تدخل أول شيء الأحزاب السياسية بتعيين الأشخاص بهذه المؤسسات الدينية ودعم وتغطية المؤسسات الدينية لهذه ودعم لهذه الطبقة السياسية، وكانوا شركاء أصلا بكل اللي صار قبل. مشان هيك نحن عم نرجع. تعتبر السلطات الدينية بمؤسساتها كافة كانت شريكة في مرتكب؟ مش كافة، لا، لأنه في رجال دين بكل مؤسسة. لا المؤسسات عم بحكي كمؤسسة، عم بحكي كرجال دين. أنا بعرف بكل الطوائف رجال دين جدا محترمين وبيعرفوا شو شغلهم بالدين وما بفوتوا بالفساد، وطبعا رجال دين معينين من قبل المنظومة الفاسدة وبيغطوا ويمنعوا مساءلة ومحاكمة كتير من وزراء ومن نواب ومن مسائل على أساس طائفي. يعني كل واحد بيحمل فاسد بطائفته، وبالتالي ما رح هيدا منع المساءلة المحاسبة، هيدا ضرب الديمقراطية، هيدا ضرب عمل المؤسسات وسيادة القانون. طب نحن شو عم نحكي؟ أنا رجال دين، نحن هيدا بالقانون الدولي وبالاتفاقات الدولية
ومفهوم الدولة بدك تحمي كل صاحب عقيدة وكل فرد أول شيء بممارسة عقيدته، بدك تحميه من التمييز على أساس عقيدته، هذا ضروري وهذا واجباتنا، ولكن لا يتدخل في وضع السياسات ولا يتدخل بوضع التشريعات. التشريعات تقوم على أساس قانوني، على أساس الفرد، كل الأفراد دون أي تمييز. الرغبة بالوصول أو رفضك لهذه المظاهر ما بينفي أبداً، أنه آخر شيء نحن موجودة، وجودنا مش بس نحن موجودة، موجودة بحكم الأمر الواقع، بس الاعتراف فينا كبني آدمين موجودين بهذا البلد هو على أساس انتمائنا الطائف، يعني نحن غير معترف فينا ككائنات بشرية موجودة في هذه الدولة إلا إذا كنا ننتمي لطائفة، بعيد عن الرغبة والضرورة إذا تعتبر هذا شيء ضروري، بس تحييد وإقصاء وفق المنطق اللي أنت عم تحكي فيه هو شيء منه واقعي أبدا، يعني بمعنى المؤسسات الدينية والصروح الدينية هي جزء من نسيج هذا المجتمع والسياسي فيه، رغبتك بعدم مشاركتهم يتناقض مع واقع اجتماعي وسياسي تكرس وترسخ على مدى عقود. أنا ما عم يعني أنا بس إنه في شيء، في كتير تشابك بالموضوع على اعتبار بأنه مش لازم يتدخلوا. أنا أول شيء مش إقصاء، هيدا عم بالعكس، هو بدورهم الديني لاجب أن يقوموا بدورهم الديني بكامل الصلاحيات اللي عندهم إياها. إقصاء من السياسة هيدا واجب، وإذا تجد كل شوي نجي لندعي لتغيير بالمجتمع وتغيير بالسياسة وتغيير بالأداء ينقال عنا غير واقعيين، نحن صرنا على الواقع. بس لنذكركم، إذا كل شوي تذكرونا بالواقع لنرجع نفوت بهذا الواقع ونفوت بالمنظومة ونفوت نحن بهذا الأداء السيء اللي وصلنا على هذا الأزمة مرفوض. أنا من الناس اللي نزلت، مش بس نزلت بالشارع يا آدم وظهرت، أنا من الناس اللي ساهمت بتنظيم المظاهرات، بكتابة البيانات، بحط الطلبات لكل نزلة. أنا من الناس اللي كنت هون وأنا بعرف مظبوط أنه نحن ثرنا على هذا الواقع وقلنا طلبنا تغيير هذا الواقع. معناتها مش إقصاء، مش قلة احترام للمؤسسات الدينية، بالعكس أنا عم أقول خدوا كل الدور اللي لازم تاخدوه بالإطار العمل الطبيعي اللي أنتوا جيتوا منه، يعني الدين، ولكن فصلوا الدين عن الدولة. وأنا بطلب بالعكس، أنا عندهم، أنا بشوف عندهم دور كتير مهم هلأ، اجتماعي وديني وثقافي، وأنا بشوف عندهم دور أنه يقولوا نحن ما خصنا بسياسة، تحملوا أنتوا مسؤولياتكم. أنا هيدا الدور، أنا بتمنى الجميع المؤسسات الدينية توجه الرسالة والصوت العالي للبرلمان وللحكومة وتقول لهم تحملوا أنتم مسؤولياتكم السياسية قدام الناس، ونحن بما خص العضة الدينية، بما خص دورنا أنه نرجع ننشر الدين، الأخلاق، التسامح ما بين الناس اللي رح يقوموا بدورهم. عندهم دور كبير يعملوه بهيدي الفترة، وعندنا دور نحن مختلف نعمله بهيدي الفترة بعتقد. بس لأنه حكينا عن الواقعية، فينا نتفق أنه الرضوخ إلى الواقع ليس شبيه أو ليس يعني مش هو ذاته الواقعية السياسية، يعني حلو السؤال، لأنه دايما بيحكوا على التلفزيون بطريقة بيضيعوا الناس، بحبوا دايما يضيعوا إذا بدك الإشكالية الحقيقية. الواقع ما فيك تعمل أي تغيير ضمن دراسة الواقع ضمن ما تعرف الواقع وتاريخ هذا الواقع. أوكي. أنا جاي من مطرح أكاديمي بالسياسة وبالقانون، بالتالي دراسة هذا الواقع لأي حدا جيت بالسياسة إن كان باكراوند أكاديمي ولا لا، واجبه يدرس هذا الواقع حتى ينطلق من هذا الواقع ليحط خطة لتغييره، ويقول هذا الواقع بتغير 1 2 3، ويقول كيف منبلش ووين منخلص. إذا مش ضروري إذا نحن إذا عم تقوله هيدا الواقع وبالتالي ما فينا نغيره خلينا فيه، إذا أنت مش خارج تعمل سياسة، لأنه السياسي اللي بده يجي بده يحط خطة وبده يحط منظار ومشروع لتغيير الواقع ليكون أكثر ديمقراطية وليكون أكثر تعزيزا للديمقراطية أو للمواطنة وللدولة. إذا أي واحد بقول هيدا الواقع وما فينا نعمل شيء، أنا برأيي ما يكون بالسياسة. الواقع سيء سيء جدا وعنا انهيار شامل، تفضل قلنا شو رؤيتك انت انطلاقا من الواقع لتحسينه وتعزيزه ولتحمي هذا الانسان اللي عايش على الارض. انا عملت المقارنه بكل بساطه لانه هذا السؤال اللي بدي اوصل لك اياه. عدم او يعني بالطريقه اللي وصفتيها وجود وتاثير هو وقبول هذا الوجود والتاثير والدخول بهذه الدعوات والمشاركه فيها هي رضوخ الى الواقع. استمرار لنهج قديم يا ادم،
طيب أنا سؤالك بدي أوصل لك إياه إنه مواجهة هذا الواقع وهذا الفرق بين الواقعية السياسية والرضوخ إلى الواقع، إنه حضرتك على الرغم من هذا الخطاب اللي بتحمليه ما قدرت إلا توصلي إلى المجلس النيابي إلا بناء على قانون طائفي لا يعترف بصفتك النيابية إلا على صحيح. إذا أنت تعملت التنازل بهذا المطرح، ليه ما بتعمل التنازل بالاعتراف بدوره السياسي؟ هذا لما رفضت دعوة المفتي لنروح على نتجمع نحن نواب السنة مع بعض لنشوف شو بدنا نعمل بالطائفة السنية، واللي كل الطوائف طبعا وكل الأديان وكل المعتقدات يجب أن تحترم وتجل ولها حقوق، والفرد يحمل هذه العقيدة على الحقوق، مش الطواف عند حقوق، هذا موضوع تاني. اجوا قالوا لي كيف طيب ما أنت طلعتي على هذا القانون اللي على أساس طائفة؟ قلت لهم طبعا هذا القانون اللي على أساس طائفة اللي جينا نحن من أرض ومن شارع قلنا أسقاط النظام الطائفي وضد النظام الطائفي، وجينا قلنا في عندك حلين، يا حل تعمل ثورة من خارج المؤسسات وخارج الدستور وثورة دموية لتوصل على الحكم من خارج القوانين الموجودة وتحكم، أو توصل بالطرق الديمقراطية الموجودة والأدوات الدستورية والقانونية الموجودة لتوصل لجوة لتغير هذه الأدوات. ومن أول يوم فقعت ثورة 17 تشرين صار هيدا الحديث بين مجموعات اللي كانت على الأرض، ونحن كلنا ارتقينا تقريبا بالإجماع أنه أي ثورة من خارج المؤسسات، يعني تعمل حكومة ديفاكتو بسموها بالقانون الدولي العام، حكومة أمر واقع غير هيديك الحكومة، وبتكون عندك بده يكون عندك مؤسسات، بتكون الجيش معك وعندك مؤسسات أمنية لتحمي هذه الحكومة والتفاف الشعب حواليها، كان أمر غير واقعي بسيطرتهم على المؤسسات الأمنية. إذن شو رحنا؟ رحنا على الطريق التغيير اللي بدنا إياه، إنه نفوت نحن عبر الأدوات الدستورية الموجودة لا نغير من داخل البرلمان ومن داخل المؤسسات، وتكبر هذه الحالة تباعا حتى تصير هي اللي بعدين تستلم الحكم. إذن إيه طبعا أنا ارتضيت بهيدا القانون للتغيير، للدخول والتغيير من داخله، مش ارتضيت فيه لفوت وكرسه جوا وارجع كرس هذا الواقع وفوت وأرضخ وأرضى بهذا الواقع اللي أنا جيت لغيره. طنك أدوات التغيير وطرق التغيير هي كانت اللي فرضت علينا إذا بدك، أو اللي كان هو الحل الوحيد الموجود المتاح بلبنان. الزملاء اللي بالكتلة ما يسمى بالتغييريين اللي لعبوا اللعبة، لا ما يسألوا باعتبار الكتلة لم تعد متجانسة وموحدة، ما كانت كتلة من الأول، كان تكتل تكتل ولقاء راحت عن بال التسميات اللي مش صارت مشكلة سوري آدم. من شارك في هذه اللقاءات تعتبريه رضخ إلى اللعبة اللي فرضتها عليه المنظومة؟ بدون ما نفوت بالتسميات الأشخاص، عم نحكي بمن شارك وبمن قبل بأن يكون هو جزء من هذه اللقاءات بالصرح الدين البطريركي أي صرح ديني بدار الإفتاء. أنا بتمنى كانت أنه ما تصير، ما نشارك أبدا كلنا فيها، لأنه نحن كيف نتميز عن الكتل الطائفية الموجودة بالمجلس النيابي؟ كل المجلس النيابي تقريبا ما عدا كل اللي نحن منها كله كتل طائفية، وكلها فايتة بالمحاصصة، وكلها فايتة على الاستفادة من المؤسسات الدينية لتغطيتها وهي لدعم هذه المؤسسات الدينية، وطبعا هذا ما قتل الدولة. طب نحن جايين كيف نتميز عن الموجودين؟ نتميز عن القول والفعل، أنا هيدا اللي كان رأيي، ولكن طبعا أنا لا أحكم على أي عمل بيعملوه لأنه هني عندهم رؤيتهم ووجهة نظرهم وأنا عندي رؤية ووجهة نظر مختلفة. بدي فوت معك بالتفصيل بهيد الموضوع، الغاية تبرر الوسيلة. أنت ارتضيت تدخلي على البرلمان النيابي وفق لغير شروط اللي... أنا معك، أنا معك ما رح يصير مثلهم أصلا، ولا مطلوب تصير منك، بس ليش بلحظات يعني ما فينا ننكر التأثير التي تملكها هذه المؤسسات حتى على إمكانية إعادة انتخاب وإيصال أشخاص على الأقل تتقاطع معي معهم بالقدرة أو تقاطعت معهم على أهداف معينة، مش بكل العناوين، بس على الأقل هني مختلفين عن الطاقم التقليدي اللي مين المختلف؟ عم نحكي باللقاء أو بالزملاء التغييريين اللي شاركوا في هذه اللقاءات. أكيد مش مثل أحزاب السلطة. إذا الغاية اللي سمحت لك أو خلتك تقبلي بهذا القانون لتفوتي على المجلس النيابي للقيام بالتغيير من جوا، لماذا تعيبين على مش تعيبين خليني أستخدم تعبير أبطل، لماذا يعني بتحملي عليهم
ما عم بحمل عليهم، ما عم بحمل، والتمتع بواقعية سياسية قد تؤدي إلى إعادة انتخاب مجددا في أي دورة، لأنه مواجهة هذه المؤسسات هو مواجهة قاتلة وستؤدي إلى يعني نهاية إمكانية تجديد لألون أو إعادة اضطراعهم. بحكي عني آدم، أنا إذا هيدا الموضوع أنه أنا الإصرار على البقاء على الثوابت اللي على أساسها أنا ترشحت، بده يخسرني إمكانية أنه أترشح مرة تانية عمهلة لتكون ما بديها، لأنه أنا جيت لبين نموذج ونهج تغييري حقيقي بالنهج، القول بيشبه الفعل. أنا شو عندي مشكل مع كل الأحزاب الطائفية اللي كانت استغلت شعارات بتجنن لفاتت على أساسها وراحت تصرفت على عكسها كلهم. هلأ بعدلك يوم واحد واحد من الاشتراكي لحركة أمل كلهم كيف طلعوا على أساس شعارات رائعة وبس فاتوا عملوا عكسها. إذا أنا بدي فوت بها الشعار وأعمل عكسه جوا وإلا بطل يعيد انتخابي، ما بدي أنا عيد انتخابي، عمره ما كانت، ما بده يعيد انتخابي. أنا فتت لأعمل نهج مختلف ونهج تغييري على أساس اللي أنا جيت منه، لكون صادقة مع حالي ومع الناس، أصدق بعد أكتر مع الناس اللي انتخبتني. أنا ما إلي حق خون الأمانة، مش ملكي هيدي الأمانة، أنا هيك بعتقد. سو أنا فايتي بهاي، ومين بقول إنه هيدي السياسة إنه أنتوا ضعاف اللي بيعملوا هالسياسة؟ هيدي القوة إنك تعمل هالسياسة، القوي اللي بيعمل هالسياسة، القوي اللي بتجرأ يقول لأ لهيدي النهج اللي هدم الدولة، القوي اللي بيقول عندي مشروع وعندي أداء مختلف، مش بس بحكي، أنا بحكي وبفعل، القوي اللي بيواجه، القوي اللي بيكون شجاع. أنا ما عندي مشكل إنه يعيد انتخابي، لأنه إذا أعيد انتخابي يا آدم وفتت وصرت أنا سير الواقع لأصير أشبهه لهذا الواقع، ما بدي لشو فتت أصلاً بلاها. طيب أنا أفضل إنه يكون دورة واحدة بكل حياتي نيابية، ودورة أنا صادقة مع ثوابتي وصادقة مع الناس وحاملة هيدا الإيمان، أنا مآمنة 100% إنه هيك منعمل دولة للكل، مش دولة بس للصوار، دولة لكل الناس، لجمهور الأحزاب السلطة، دولة لتحميهم. لأنه ما فيك أنت تجي تعمل مشروع بس يحمي فئة لا نترك أحد، ما فيك أنت تعمل أي توجه أي خطاب أي مشروع لفئة من الناس، لسنة أو لشيعة أو لدروز أو ما في، بدك تحمي كل فئات الناس، بدك تقدم حقوق لكل فئات الناس. وأنا ما بشوف هموم ال 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 إذا بدك السنة غير هموم الناس الباقيين، هم السنة مثل هم الشيعة الدرزي، هم الملحد، همنا ناكل ونشرب ونعن عندنا حرية تعبير وعندنا كرامة، كلنا عندنا نفس الهموم، وهيدي الهموم المشتركة هي بقلب السياسة العامة وبقلب التشريعات يجب أن تكون. مشان هيك أنا ما شايفة أنه إذا رحت ولا زدت فعالية ولقيت حل، أنا ما بشوف صرت جزء من المشكل مش جزء من الحل. أنا جاية لأقترح شيء جديد. أنا لو واحد نائبة وحدة عم بتقول هيدا الحكي، وفي أكتر أكيد عم بقولوا هيدا الحكي من النواب، ولكن نحن علينا أنه كل واحد يقوم بمشروعه ويتصرف على أساس مشروعه. تعتبر هذا الموقف اللي عم تاخديه اللي عم تقولي تمسكي فيه يعني ممكن يكون بصمة مش أكتر، وأنا ما بدي فوت باللعبة أساساً إلا إذا الدخول باللعبة وتفاصيلها قد يؤدي إلى إعادة انتخاب، هذا الموقف يعني مش حورتك بتوجيه انتقاد للناس بس بيّع عند الناس؟ أنا برأيي الناس، أنا مثل ما شفت بعد سنة وأربعة أشهر تقريباً، أنا كل ما عم ببرم وعم يجوا لعند الناس، الناس هيك بدها إيه؟ الناس بدها تشوف شيء واضح وشفاف. الموقف بدون أي قدرة على 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 تقديم نتيجة. طب هي شكرا آدم. اللي عم بيبيعوه الخط الثاني اللي عم يجربوا يبيعوه إنه هن اللي عم يعملوه بيبيع نتيجة. لا فرجيني أي نتيجة بين 30 سنة. في بيع أوهام. والعالم تشتري أوهام. وشعبوية. لأنه أنتوا إذا تجمع أساس مسيحي أو تجمع أساس سني أو تجمع أساس شيعي وبلشوا تشدوا عصب الناس انه هيدا الحل، هيدا ما نتج ولا رح ينتج. بالعكس انت لما بتحط شيء، انا عم اقول لك انا مش انا حليمه رح تعمل التغيير، انا رح احط كل واحد منا مسؤول يبني حجره صغيره لنبني هيدا مشروع التغيير. انا مسؤوليتي كفرد بهيدا المجلس وكمواطني خارج المجلس انه احط حجر بهيدا، حجر اساس لاحداث هيدا التغيير. التغيير لنقول لكل الناس وما نغش الناس، تغيير بده وقت وبده إصرار وبده شجاعة وبده عزيمة وبده رؤية ومشروع. إذا هيدا الوقت نحن
مش قادرين نروح منبيع شيء وهم للناس بهيدا الفتره الصغيره انه انا عم بيع وعم بعمل نتيجه، انا ما بعتقد. انا ما عم بفاضل، انا عم بقول قديش العالم بتستجيب تحديدا بخلال الانهيار وخلال الازمه. ما اعطيك انا من الناس اللي بحكي مع عقل، انا من حدا بحكي مع عقل الناس، انا ما بحكي بعمل شعبوي وبشد عصب. انا بدي بالعكس شد العصب هو اللي فتت المجتمع، هو اللي منع قيام دوله، هو اللي غير عن الاشكاليه الحقيقيه. انا في كتير ناس عندها بدها حدا يواجهها بعقلها، نحترم عقل الناس ان كان معك ولا ضدك، بدك تحترم عقل الناس. لان هلا عم بحكيهم عبر كاميرتك، وانا دائما بحرص كل ما اطلع طلع اعلاميه انتبه انه احترم عقول الناس عن جد. عم نط بالمقارنة بس يمكن هي أقرب شيء للواقع، لأنه هذا الشيء يعني صار له عم يتكرر 3 سنين. العالم بعد هذه التجربة بموضوع الودائع وبموضوع المصريات ما بتعتبر أنه عندها رغبة بأنها تصدق أنه الأموال موجودة وهي مقدسة، بدلا من أنه تجي تقيلي لمصرياتها مش موجودة. عم بستخدم هذا المثل ل مظبوط لأربطه بالشيء اللي انت عم بتقولي. العالم ما بدها تسمع انه مصرياتها راحت، مستعده تصدق الكذبه بانه مصرياتها راجعه، وان تصدق الشعارات الشعبويه اللي عم تعتبري انه هي اساس في تفتيت هذا المجتمع. بس العالم ما بدها. شو يعني قياده سياسيه؟ نحن مش ضد الزعامات القائمه على الشخصنه والشخص وقتل المؤسسات، ومش انت مع مشروع قيادات سياسيه تحدث تغيير في هذا المجتمع وفي هذه المؤسسات؟ القياده اللي هي بتطلع بشجاعة بتحكي بالناس بأسلوب معودة مش معودة عليه من 30 سنة، وبتجي بتقلها وبتقنع الناس بهيدا الأسلوب الجديد، بتقنع الناس أنه نحن لازم نكون صادقين معها مش نعمل شعبوية، وهيدا الشيء بيوصل للدولة. شو دورنا؟ شو دور القيادات السياسية الموجودة جديدة؟ أنها تعمل خطاب تغييري، خطاب جديد على الساحة عكس الخطاب اللي كان شعبوي وبس على شد العصب وزرع هواجس وخوف من الناس من بعضها، ومثل ما عم بتقول بكل الملفات ما بقولوا لها الحقيقه ليغطوا. انا بعتقد هيدا دور القيادات الجديده، انه وبتمنى تكتر هيدي القيادات ونعمل خطابات جديده واسلوب جديد في العمل السياسي. كثير شطحنا بالفكره بس لانه يعني بلشنا الحلقه وكانت الردود الوزراء عم بلش تاتي تباعا. من قديش نحن بالشهر ضيعنا؟ من 4 أيام أو من 3 أيام كانت الذكرى 3 لتفجير مرفأ بيروت. 4 وصار في وقفة ومسيرة، يعني الذكرى الأولى كانت أكثر زخماً، الذكرى الثانية أقل زخماً، بدون أي تقييم وما حنفوت بموضوع الأعداد، بس في انطباع وكأنه هذه الذكرى لأسباب نعرفها بلشت تشبه شيء إحياء الذكرى اللي صرنا كل سنة بنعملها وبيقل وهجها تدريجيا، واللي هي ذكرى اندلاع الحرب الأهلية. هل تمكنت المنظومة وهل تمكنت من السلطة من تحويل جريمة ما صار لعقود مارق عليها الزمن من تحويل إلى مجرد ذكرى فولكلورية يعاد إحياء، والمعنيين الوحيدين فيها هن أهل الضحايا؟ بخوفك هيدا الشيء، وهيدا بيرجع بيربطنا بالشيء اللي عم نحكي انه يعني اذا انت بدك تقاتلي بشعارات اهل المصيبه نفسهم بلشوا يتخلوا عنا تدريجيا، شو النتيجه؟ انا بشوف ادم انه اهل المصيبه هي كل اللبنانيين واللبنانيات، الضحايا بشكل مباشر، اهل الضحايا بشكل مباشر، المجروحين طبعا اللي تضررت محلاتهم وبيوتهم، اللي تضرروا نفسيا ومعنويا من 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 اللي صار، اللي كان حتى برات لبنان وتضرر بانه دولته خسرت انه تقدم العداله باكبر هيدا الملف من اكبر الملفات بلبنان، هيدا متضرر، الدوله كلها متضرره. خلينا ما نحصر الضرر بس بفئه، لانه لازم هول اللي ممكن يتناجلوا، يعني مثلا المقارنه فاكر انه وداد حلواني مثلا بعدها لحديت هلا تريد ان تكشف مصير المفقودين لانها معنيه مباشره بس المجتمع كله. بس انا عم حمل الكل المسؤوليه، وانه كلكم معنيين وكلنا معنيين. يعني اذا انا ما راح لا قدر الله امي او اختي بالانفجار، مش معناتها مش معنيين بالعداله، ومعنيين بالعداله لهم، لانه نحن رح نكون بنفس المطرح بعدين. مين بيمنع انه انا اصير بنفس المطرح كمان وارجع بهيك دوله انه نرجع نتضامن مع بعض؟ انا برايي انه حتى لو العدد قل ما معناتها وهج القضيه قلت. انت بتعرف انه الشارع الكبير الزخم الكبير قتلوه، ايه قتلوه؟ قتلوا قدره الناس انها تدفع بنزين وتروح،
والطالب بعد، لأنه صارت أقل الناس اللي عندها قدرة تحمل تدفع تعبي بنزين بسيارتها أو تدفع تاكسي وتروح، هي أقل لأنه على الفقر عم بيزيد والقدرة الاقتصادية والاجتماعية عم بتقل عند الناس. وانت بتعرف انه كل الانظمة الديكتاتورية او الاوليغارشية، نحن بظل حكم اوليغارشي، بيشتغلوا على دايما على ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل ضرب الحريات والحقوق السياسية والمدنية. هيدا الشيء هي نهج مستمر واكيد عمل فعله بالنسبة للارض، ولكن مش رح يعمل فعله بالنسبة لكتير ناس أحرار بعدها مصرة توصل للحقيقة، أهل الضحايا وغير أهل الضحايا. وأنا برأيي وجود نواب بعدها جوا مصرة أنه كمان توصل مع الناس وهج الناس برا، ولو الشارع منه كبير مثل قبل بس يجب أن يتحرك دايما مش بس بأربعة آب. أنا برأيي يجب أن تستمر وستستمر هذه القضية بناء على التجربة اللي خطيها في المجلس النيابي وهي مستمرة، وبناء على يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه عجز التدريجي نظرا يعني تعقيد الفراغات، تعقيد الفراغات في البعض عم وهذا ربطا ببيان صدر مؤخرا او رساله ارسلت من قبل رئيس لجنه الخارجيه في الكونغرس الامريكي الى الرئيس الامريكي، تطالب فيها بفرض عقوبات على مجموعه من القاده السياسيين ومنهم رئيس مجلس النيابه نبيه بري. باي لحظه بتعتبري انه العجز على احداث اي نوع من الخرق نتيجه موازين القوى نتيجه التوازنات الداخليه ببرر الذهاب نحو وسائل خارجيه منها العقوبات بغض النظر من امريكان اوروبا؟ لانه حتى بمشروع قرار البرلمان الاوروبي كان في ذكر لهذا الموضوع. باي لحظه العقوبات او الاستعانه ب مساعدة خارجية أو معونة خارجية بصير أمر لا مفر منه، لأنه العجز ما بيسمح حتى لنائب منتخب بالبرلمان رغم كل ما يقوم به بأن يتقنوا عمل الخرق. طيب خلينا نحط الإشكالية دايما، لأنه نحن ربينا وأنا خلقت وربيت وأنا بسمع أنه دايما الخارج، الخارج هو اللي بيجيب رئيس جمهورية، هو اللي بيحط بيغير بالنظام، هو بيعمل اتفاق الدوحة، بيعمل اتفاق طائف. الخارج هو وقف الحرب، الخارج هو إذا فيه كمان يدعم المنظومات الداخلية ولا لا. طبعا الخارج لعب دور جدا سيء بلبنان، موقع جغرافي جيوستراتيجيا البدكي، ولكن هيدا كله نتيجة الداخل، نتيجة تقاعس الداخل بما أن يقوم بدوره. وأنا برأيي الدور الأساسي بأي دولة هو للداخل، المجتمع، مسؤولية المجتمع والأفراد، مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة، مسؤولية الإعلام، مسؤولية القضاء وكله. سو نحن خلينا نرجع للداخل، وأنا برأيي ما في حل مستدام إلا بالداخل. مشان هيك أنا حتى بأربع آب أنا ما في معركتي لاستقلالية القضاء. هلا أنا بحضر اللجنة الفرعية لاستقلالية القضاء وبتابعها from A to Z وبتابع كل كلمة وكل مادة، لأنه هيدي معركة أساسية، معركة أساسية أن يكون عندك أنت قضاء، القضاء لما قضاء لبناني. مشان هيك نحن معنا سليل القضاء وهالمعركة جوا هلأ بالمجلس النيابي كل الناس لازم تواكبها. مشان هيك عم نطالب بعلنية هذه الجلسة وأنه يعرفوا شو عم بيصير بهيدا اللجان وكيف عم تتأجل وعم بتموت لهذا القضاء. المتابعة المستمرة لهذا الموضوع طالما أنت عم تحصريها بالداخل من يعني من المشروع اللي تقدم اقتراح، لأنه اللي تقدم عام 2018 إلى لجنة البندقية اللي إجت وأعطت توصيات بأنه القانون الحالي ما بيسوى، لا وجودكم بهذه اللجنة ورجعوا صاروا يطنشوا عن ملاحظات لجنة البندقية لأنه موازين القوى تفرض غير ذلك. عشان هيك أنا عم بوصل معك للسؤال اللي أنه في لحظة معينة على الرغم من الرغبة الضرورية بأنه ما في شيء بينحل إلا إذا حليناه. خليني نكمل بس آدم، ما كملت الفكرة. أنا عم أقول المسؤولية داخلية ومسؤوليتنا نحن نعمل التغيير الداخلي، ولكن بالقانون الدولي في شيء اسمه دولة فاشلة، failed state. إذا وصلت دورتك لدولة فاشلة بصير هيدا بتعمل كمان إذا بدك بتسبب ضرر على الدول الباقية المحيطة، بتصير الدول المحيطة بتقول لا إذا هاد دولة ما أخذت التدابير اللي لازم تاخدها نحن عم تسببوا لنا بضرر، من هيك بتصير هيدي الدول تطلب هذه من هذه الدولة أن تاخذ التدابير اللي لازم تاخدها. برجع بقول أنه مسؤوليتنا نحن داخلية، لأنه أي دولة خارجية عم تتدخل لمصلحتها، بينما نحن الوحيدين اللي قادرين نحدد مصلحتنا كشعب لبناني وك
سياسيين لبنانيين انه نحن نحدد هذه السياسات العامه والاصلاحات الضروريه اللي لازم تفوت بيست على مصلحه اللبنانيين واللبنانيات كافه. وبعدين بالنسبه للدول الخارجيه، نحن لما بتفوت بازمه انت بحاجه ترجع نتكتل كلنا اللبنانيين لنحل هيدي الازمه بالاصلاحات اللازم، على القليله نعمل كومن جراوند، نعمل شيء مشترك من بعض ونتكتل على اساس كلنا سوا الاصلاحات اللازم تنعمل. واستليل القضاء يجب ليه انا اعمل لك ايه جوا بقلب المجلس، توازن هو لمصلحه القوى الطائفيه اللي ما بدها استليل القضاء، ولكن في قوه كبرى خارج المجلس هي الناس والجمعيات المجتمع المدني نضيف منها، وكل هيدي والروابط والنقابات نضيف منها المستقلة، إنها ترجع تعمل تقلب الرأي العام لترجع تفوت وتواكب وتضغط إنه ينكروا هذه الإصلاحات في الداخل. وفي حال لم يحصل ذلك عم برجع في حال لم يحصل أنت عم نعمل دورك. إيه هذا ممنوع تيجي تقول بأي معركة أنت بتفوتها يمكن في خسارة، لكن لوقف أعمل حرب. احتمال الخسارة بيخليني أعمل الحرب بطريقة أقوى، مش بالطريقة أنا وقف أعمل حربة. حربة من أجل إقرار هذه الإصلاحات الضرورية لبناء دولة ولإقرار عدالة. طب هسألك السؤال بطريقة مختلفة، على الرغم من كل الخصوم السياسية اللي يعني ما مش بحاجة نعطيها أمثلة وبراهين بينك وبين كتلة التنمية والتحرير، مش بكافة أعضائها، ولكن حركة أمل وشهدنا جزء منها على التلفاز. حليمة قعقور كيف يعني كيف تتفاعل مع فكرة أنه هناك رغبة بفرض عقوبات على رئيس مجلس النيابة على الرغم من الخصوم السياسية، معه ولا ضده؟ لا مش هيك، مش معه ولا ضده. السؤال تبسيطي، أنا بدي شو بدي أنا حليمة؟ أنا بدي شوفهم عم يتحاكموا أمام القضاء اللبناني. أنا كل الزعماء اللي إجت استلمت مع الوزراء من جماعتهم، أنا بدي شوفهم يتحاكموا، نحن نتحاكموا، واللي تفضل بريء منه قدام قضاء قاضي مستقل يطلع بريء. بريء نحن مع البريء، لا نحن منقول اذا مع القضاء هو يقرر بعد ما يصير مستقل، ولكن انا العقوبات اذا بدها تكون على الكل اللي شاركوا واللي تحملوا مسؤوليه واللي خذلوا هالمسؤوليه، عقوبات الماليه على القليله انا بس بالمصاري اللي هربوها تنحجز مصرياتهم اللي هربوها. في بعض العقوبات يمكن انت بتقول ماشي الحال، المصاري اللي تهربت بعد الأزمة ومعروف التراكينج لوين راحت وبأي وين فتحت بأي دول، لكن احنا بدنا التعاون الدولي. انا بدي بالتعاون الدولي بالساتلايت بالصور الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية وقت صارت 4 آب اعطونا اياهم لهيدي الصور، اكيد بدنا تعاون دولي. في كتير تعاون دولي نحن بنطلبها لنعزز العدالة بالداخل، ونحن طلبنا فاكت فايندينج كوميشن كمان. اليوم بيقول المدة العام تنين بيقول هو وراها لجنة التقصي الحقائق. أي لجنة التقصي هو وراها؟ هي يعني الفاكت فايندينج، فاكت فايندينج مشان المجلس هو الإنسان بالأمم المتحدة هو يحركها. هو غسان عويدات أول شيء الانقلاب اللي عمله بالقضية 4 آب كان جدا خطير على العدالة وبتاريخ عدالة بلبنان. نحن هون كمان بدنا محاكمة ومساءلة لكتير شخصيات أكيد، ومنها عم تقلي نبيه بري أكيد هو لازم يتحاكم، والوزراء اللي عنده لازم يتحاكموا، وفي كتير لازم يتحاكموا زيادة، ورجال أعمال اللي استفادوا كله نحن ولا حدا تحاكم ولا حدا تساءل. بترجع بتقلي بتربط ليها أنت فيك تحاكم واحد شيعي أو واحد سني أو واحد مسيحي، رح يجوا هالمؤسسات الدينية ترجع بأكثريتها تحمي أكثرية هذه الأشخاص. مشان هيك أنا عم بطلب بالفصل لنعطي الدين عن جد هيدي القيمة الكبيرة لقاله، لأنه وجد الدين مش لحماية الفساد، وجد الدين لحماية الإنسان، لحماية العيش من بين الناس، حماية العلاقات الإنسانية. لنفصل، خلي السياسة نظيفة والدين نظيف لما أنت تفصلهم عن بعض، وما هيدا يحمي هيدا. بس تفضلي 100 مرة مثلا حدا مثل علي حسن خليل يمثل قدام القضاء، لازم يمثل قدام القضاء، في عليه عقوبات، لازم يمثل أمام القضاء ويرفع الحصانة. بدك تسمحي لي أخذ فاصل إعلاني قبل أن أتابع هذا النقاش؟ فصل إعلان ونواصل هذه الحلقة. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت، وضيفتي في الاستوديو النائب حليمه قعقور، اهلا وسهلا فيك مجددا. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن
يعني الخلاصة بتفضل القضاء اللبناني على الرغم من كل الصعوبات حصول هذا الأمر، بس أنه أن يمثل أمامه من تعتبرينهم من المشاركين في هذه الجريمة اللي ارتكبت جميعا، ولا أنه نروح على سلاح العقوبات. بموضوع العقوبات وبموضوع العقاب الجماعي، مؤخرا سفارات عدة حذرت رعاياها من القدوم والمجيء إلى لبنان تحت مسمى يعني تحت ذرائع أمنية وخطر أمني. وموزاد ذلك كان عم يصير شيء قبله بيومين أو بثلاثة، تصريح شهير جدا لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اعتبر أنه عم بيتوسل بطريقة غير دبلوماسية مساعدة من دولة الكويت. المشهد ربطا باثنين، يعني هل هو مستفز؟ هل يستفزك حتى التحذيرات اللي بترسلها هذه السفارات على الرغم من ربما عدم وجود داعي خطر حقيقي؟ بتعتبري في شيء منه بالسياسة نظرا للمعركة الحاصلة والمفاوضات اللي عم تصير ربطا بانتخابات رئيس الجمهورية؟ شوف، خلينا نبلش بالوضع الأمني. أول شيء واجب الحكومة اللبنانية تطلع وتشرح للناس قدي حجم هيدا الخطر وشو عم يعملوا من تدابير للحد من هيدا الخطر، أوكي؟ لتحمي اللبنانيين وغير اللبنانيين على أراضي اللبنانية. طبعا هذا لازم يصير من جهتنا نحن كحكومة لبنانية. من ناحية تانية أنا بفهم كل السفارات أنه طبعا وهي مسؤوليتها أنه هي تحمي رعايها على أراضي اللبنانية، ولكن بهيدا أنا الفترة بالذات وبهالأزمة بالذات نحن بحاجة لتعاون دولي، نحن بحاجة لدعم، يعني بحاجة أنه بالعكس نحن هيدا الكم شهر عم بتنفس وفي كتير مؤسسات تجارية بهيدا الكم شهر بالصيف كمان ممكن يكون ضرب لقلهم إذا في حال ما في عن جد حاجة حقيقية لأنه يفلوا سلامتهم أهم من اقتصادنا، مش عم أقول هيدا الشيء، ولكن ضروري كمان يرعوا وينتبهوا إذا في ضرر لقلنا وما في داعي حاجة أنه لا يدعوا الرعاية تبعهم. مشان هيك في مسؤولية على اثنين، مسؤولية على السفارات ومسؤولية على الحكومة. الحكومة بدها تطمننا وتطمنهم أنه ما في حاجة، وشو هي التدابير اللي بتطمنهم مش بس بالكلام، وبنفس الوقت هن بدهم يرجعوا ويتعاونوا أكتر مع هذه الحكومة لا إبقاء رعايهم إذا ما في حاجة ليفلوا أو العكس صحيح. بس توقيتها ما بتلغي عنه احتمال السياسي فيه؟ ما مشان هيك أنا عم أقول أنا بحاجة للتعاون وليس لضرب هذا القطاع السياحي هلا اللي عم يشتغل، وهذا التعاون بيجي على مصلحة البلدين ومصلحة الرعاية ومصلحة الدولة اللبنانية. نحن ما نطلع بقى من ضرب للسيادة ومن تسول ونضرب ومن أنه تعوا تدخلوا بس وشو بتعطونا بالمقابل ومنعملكم بالمقابل. عم نرجع نحكي من مفهوم دولة لمفهوم دولة، من الند للند، من مصلحة الدولة وحمايتها وحقها تحمي رعاياها، ومن مصلحة الدولة كمان تحمي القطاع السياحي عندها جوا. مشان هيك هيدي بدها ترجع سياسة حكومية جدية تجاه هاي السفارات ويعملوا ويرجعوا على القليلة لإعادة نظر بالعلاقات الدبلوماسية السابقة ويرجعوا يعملوا علاقات دبلوماسية جديدة هلأ بمنظور جديد. تصريح وزير الاقتصاد والتجارة استفزك بالطريقة أو يعني أنا عندي مشكل مش بس بالصيغة وبالطلب، عندي مشكل بالهبات والقروض اللي عم تجي. تقرير ديوان المحاسبة يا آدم خطير جدا، بيجي بيقلك عن الهبات والقروض أنه بمعظمها هي طايرة وما عندها تراكينج، ما بتعرف وينها، مش مسجلة حسب الأصول بقانون النقد والتسليف ومش مفتوح إلا حتى حساب بمصرف لبنان. على أساس أنتوا عم تطلبوا بعض هبات وقروض ومش عاملين اللي عليكم جوا؟ يعني أنا بدي فوت بدي أطلب أنا هبة أو قرض، بدي أضمن أول شيء أنه في سياسة عامة هيدا القرض أو هيدا الهبة عم تمشي ضمن سياسة عامة، هيدا السياسة عامة في ضمان لفعاليتها وفي تقييم لإلا، إذا في عم نجيب مصاري نحطها ما في حوكمة، ما في ضمان لفعاليتها وما في تقييم إذا هيدا المصاري وصلت لنتيجتها ولا لا. أنا لو حدا من برات أنا بحمل اثنين، بحمل اللي برا واللي جوا، على مليارات الدولارات اللي انصرفت دون حوكمة وانسرقت من الناس ونحن آخر شيء ما استفدنا كلبنانيين. سو أنا عندي مشكل مش بس بالطلب وكيف طلب، أنا عندي مشكل بكل هالسياسة الشحادة. بدون أنا صار لي سنة ونص تقريبا بهذا المجلس ما شفت سياسة عامة، ما قريت سياسة عامة. عيب هيدا الابسيل اند تروا تبع السياسه، تعوا تفضلوا حطوا. انا بناقش سياسه العامه كنايبه وبحط لها الاطار التشريعي اذا كانت منيحه، حطوا تقييم لهالسياسات بتوصل ولا ما بتوصل، حطوا انا بالتايم لاين لهالسياسات. الان ما في شيء، على اساس عم تطلبوا قروض وهبات؟
حديث عن السياسة العامة ويعني الموازنة هي اللي جزء أبرز وثيقة قبل السياسة العامة في موازنة. في موازنة هي من أبرز الوثائق إذا بدك. ما صلنا 3 سنين أو سنتين بلا قطع حساب. هي أبرز وثيقة لما يفترض أن يكون سياسة عامة لكيفية إدارة يعني مصاريف ونفقات وإيرادات الدولة. كان وزير المالية بموازنة 2022 اللي تقدمت من بعد يعني الموعد الدستوري لها كان قايل أنه 2023 هي الموازنة الإصلاحية واصبروا علينا بال 2022. أكيد يعني ما تفحصت 1300 صفحة تبعت الموازنة بس بعناوين الرئيسية عم نتفحصهم بس أكيد أنه بدأ وقت. وهذا أساسا كان أسلوب يتبع دائما يعني بتقديمها بشكل متأخر كمان ما يلحقوا النواب يطلعوا عليها. بس هل هي موازنة إصلاحية برأيك؟ أنا لما أجوا على لجنة الإدارة والعدل أجوا من الحكومة من وزارة المال لما قلنا وجهنا وقلنا لهم هيدي الموازنة اللي قبل ما كانت فيها إصلاحات وما كانت أصلا موازنة بالمعنى الحقيقي للموازنة وفرسان الموازنة واللي بدك إياها 6000 ضرب سخنة بس يجوا يقولوا قالوا إنه ما تتوقعوا كتير إصلاحات كمان بال 2023 ما تتوقعوا لأنه ما في إرادة سياسية ما حدا رح يحط إصلاحات تضربوا لقلهم مشان هيك في ضروري 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 ما في ولا إصلاح بوجود هيدا المنظومة. أنا ما شفته أنا شايفة أنا فايتة لجوا لواجههم لأفضحهم أنا مش فايتة متأملة كتير منهم إنه يعملوا إصلاحات. بيتحمل وزير المالية المسؤولية مباشرة كوزير يتحمل المالية. أول شيء وزير مالية بعدم الفصح عن التدقيق عن تقرير التدقيق هي أول شيء. تاني إنه ما عم يمضي التشكيلات ومين معينه طبعا معناتها حركة أمل مين معينه كمان بالنسبة لعدم توقيع التشكيلات لهيئة العامة لمحكمة التمييز اللي بتنظر بدعاوى الرد والمخاصمة اللي عطلت التحقيق في 4 آب لأنه هو قال روح شوفوا الرئيس نبيه بري ايه قال انا مأمور. طيب ما هيدي تركيبة الحكومات ويجي اشخاص وزراء ويقولوا نحن مثل ما بيقلنا الزعيم اللي عيننا ما هي في مشكل عندهم وبالدولة العميقة اللي عينتهم مشان هيك اي واحد بقول انا مش فاسد بس انا كنت شريك بالمحاصصات يعني انت شريك بتدمير المؤسسات العامة شريك بتدمير اي استقلالية لاي وزير ولاي مؤسسة بالتالي لا في مشكل كتير حقيقي عند وزير المال. وزير المال أنا بحمله مسؤوليات بكتير أمور مش بس بالتدقيق وبتحقيق 4 آب وبغيرها من الأمور. طيب ربطا بوزير المالية وكل ما حصل في 3-4 أيام الأخيرة فيما يتعلق بإنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان ويعني استلام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصور وكل الجدل اللي عم يحكى حول إقراض الدولة وقانون ولا مشروع قانون وإلى آخره لأنه صرنا بخطر دائم حقيقي فيما يتعلق بتأمين الرواتب للموظفين في القطاع العام وحضرتك أستاذ الجامعية والأستاذ وبعيدا عن كل ما يرمى الجامعة اللبنانية عم تنهار المدارس الرسمية عم تنهار وبعيدا عن كل ما يرمى من اتهامات نحو موظفين القطاع العام لشيطنة هذا القطاع بس في تهديد حقيقي فيما يتعلق ب يعني الصيغة اللي بده يرزع وفي نقاش اقتصادي حول أنه هل على الرغم من القانون قدام الحاجة الملحة لأنه القطاع العام بعيدا عن كل شيء هن عالم وعيال وإلى آخره تعتبر أنه بالمرحلة الدقيقة الحساسية يجب إقراض الدولة أقله فيما يتعلق بتأمين معاشات وموظفين القطاع العام ولا لا لأنه البعض بيعتبر أنه المشكل بحاجة أنه يبج كلياته ولو هيدا الشيء كان على حساب وجع لازم يتحملوا فترة مجموعة من الناس ولو حتى لم يتقاضوا رواتبهم. في 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 إشكاليتين باللي طرحته آدم. أول إشكالية بالقطاع العام وهل اللي فاتوا نتيجة زبائنية من حاسبهم هلأ وما منتفعلهم وما بعرف شو هيدا بدو إعادة هيكلة للقطاع العام ونحن طالبين هيدا إعادة الهيكلة من زمان وما صارت إعادة الهيكلة مبين معك مين منتج مش منتج مين عم يحضر مش عم يحضر مين الكفوء مش الكفوء وبتصير ترجع أنت تغربل وترجع تحط هذا القطاع العام على السكة المضبوطة مع إصلاحات تانية طبعا بالداخل اللي بخوف بإعادة الهيكلة لأنه يتم التخلص من المنتجين والإبقاء على غير المنتجين كمان إذا كانت يعني السلطة بإعادة الهيكلة مثل ما عم يصير بإعادة هيكلة المصارف إذا صارت على مثل بطريقة علمية وموضوعية ما بيقدروا طبعا وهي بدها إشراف منا نحن كنواب وإشراف من الناس بتطبيقها وما في إذا ما تقولوا إذا واحد إذا إجا ناس نتيجة الزبائنية معناتها ضرب القطاع العام لأنه في ناس هيك عم يعملوا في بعض الأحزاب هيك عم يعملوا ما في دولة
قوية وعادلة ومنتجة بلا قطاع عام منتج. ما في هيدا من ودولة رعاية بلا قطاع عام، بدنا قطاع عام، ولكن طبعا بدنا اصلاح هذا القطاع العام. واللي فاتوا هول الزبائنية نتيجة زبائنية وما عملوا شيء وتغطوا، هاي نتيجة مش هن، مش هن بس اللي عملوا الأخطر، نتيجة الأكبر، الزعيم الأكبر اللي هو فوتوا نتيجة المحاصصة. وانت بتعرف 2018 5000 موظف من كلهم، يعني كلهم فاتوا نتيجة المحاصصة وكلهم شاركوا بهيدا المحاصصة. أصلا في بحسب دراسات أخيرة ومن الدولية للمعلومات أنه معظم يعني في جزء كتير كبير من المناصب في الإدارة العامة هي شاغرة، فبالتالي الاتهاء يعني مش عم يتعين بدالهم كرمال تتهموا أنه في فائض في هذا. في لا، أول شيء كان في فائض قبل الأزمة. هلا تعالوا تفضلوا عطونا عدد. كان في وزير العمل عندنا بلجنة حقوق الإنسان وقال إنه ما في داتا واضحة قدي عدد هذا القطاع العام، قدي نحن بحاجة، وين في فراغ وين لا. ما هي اللي بدنا إحصاء، بدنا ببين بدنا داتا وبدنا إحصاء، وهي مشكلتنا نحن بهيدي الدولة إنه ما في داتا على شيء أصلا. طيب تفضل اعمل داتا، وما فيك تعمل سياسي عمي بلا داتا وبلا علم. بس كل ما تحكي شيء مقاربة علمية بيقولوا هذه أكاديمية ما بتزبط، بدنا نحكوا بس شعارات وشعبويات، مفكرين السياسي شعارات وشعبويات مش علم وداتا وإحصاءات. على كل حال تيجي أنت هول بدو حال القطاع العام، وأنا تعهدت أعمل ورشة عمل بهالأشهر الجاية نحن مع ستيك هولدرز وخبراء لنبلش نقدمها ونضغط أنه هيدا الخطة لتنقذ هود الناس كمان اللي عم يعطوا. في ناس عطوا في ناس ما عطت، بس نحن الحكومة مفروض، مش نحن الحكومة مفروض تعرف وتعطي الحق لصاحب الحق. بالنسبة للتاني لنواب حاكم مصرف لبنان اللي عم بيصير خطر، بيجي المسار الطبيعي المالي بتجي بتقلك قانون النقد والتصليف أنه الحكومة بتعد موازنة شاملة وبتعد سياسة مالية، وحسب النفقات والإيرادات اللي عندها اللي بشكل واقعي انحطت بتشوف هي قديه عندها عجز، وبتقول وبدها تبرر انه هي مش قادرة تعبي هيدا العجز من اي مطرح، ساعتها بتطلب الاقتراض من مصرف لبنان، ومصرف لبنان مش مفروض يعطيها الاقتراض بطريقة مثل ما صار قبل بشخطة قلم على قول بشخطة قلم وانتهاك لقانون النقد والتسليم. هون بيصير اذا ارتضت بهيدا الاقتراض بده يكون ضمن عقد، ضمن عقد موجود، وهيدا العقد نحن بتشوف هي على أساس. شو عم يعملوا هلأ النواب حاكم مصرف لبنان؟ شو طلبوا؟ طلبوا العكس، قاموا إجوا بدهم يعملوا تشريع بيفرض على المصرف المركزي اقتراض من الدولة من الحكومة دون ما تقدم لسياسية المالية ودون ما تقدم هيدي الموازنة مع الإيرادات والنفقات المضبوطة. بعد أكتر من هيك عم يتفيد سياسة تهرب من نواب هيك مصرف لبنان، شفتها بشكل واضح انه انتو قانون نقد التصليف عم يجي يعطيكم استقلالية من الاحزاب، استقلالية من الطبقة السياسية، ولا تحطوا انتو سياسة نقدية بطريقة مستقلة، عندكم كل الصلاحيات في المادة 33 من هذا القانون وغيرها من المواد، وسياسة الاقتراض بالمادة 90 ومادة 95 واضحة بسياسة الاقتراض شو بيصير. لما هن عملوا اقتراض هيك مصرف لبنان وهيدي جريمة انه يروح بلا هذا، بهذا اللي بده عقوبات، يروح ويطلع حاكم مصرف لبنان بدون. بدي كمان بدي اسال عبر شاشتك، عرفنا انه في 50 عنصر عم يحموه لحاكم مصرف لبنان من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي، انا سؤال لقلن مزبوط هذا الشيء؟ واذا مزبوط على اي اساس عم تحموه؟ ليه هو بده ينحمى؟ باي قانون بينحمى؟ شو هذا؟ هذه معلومات، هذه معلومات وصلت لي انا عم اتاكد منها، مش عارفه، عم رح اوجه سؤال خطي قريبا. بس حاكم مصرف لبنان مش مفروض ينحمى، مفروض يروح قدام التحقيق. هي اول شيء سياسه الاقتراض اللي صارت قبل كانت عم تنتهي قانون نقد وتسليف، هلا اللي عم يقترحوا النواب وسيم منصوري اللي عم يقترحوا انه هو اللي عم بيقول انا بدي على 6 اشهر دينا مليونين دولار، بدل ما يجي الطلب من الحكومه على اساس سياسه ماليه وعلى اساس موازنه حقيقيه. هيدا وفي تهرب من وضع سياسي نقدية، حطوا سياسي نقدية، عملوا واجباتكم حسب القانون، خذوا الاستقلالية اللي بيعطيكم اياها الاستقلالية هذا القانون، وما رجعتوا انه بدهم يغطوا حالهم سياسيا عبر تشريع من مجلس النواب ليتغطوا من كمال من قبل كامل ال 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 اذا بدك القوى الموجودة السياسية بالمجلس. انا بشوف هذا الشيء خطر ومش لازم يصير، وبعدني برجع بشوف انه الاشكالية الاكبر هي بطريقة الحكم كلها، والإشكالية الأكبر هي بالنظام الموجود. إذا أي بقول أنا بالمنظومة والنظام الموجود هلأ اللي عم بيخلي لا قادرين نحاكم بأربع آب ولا نحط سياسة نقدية ولا سياسة مالية ولا نحط موازنة مثل ما لازم.
هاي الشربكة القانونية اللي يعني واضح معالمها فيما يتعلق بمشروع الاقتراض أو اقتراح الاقتراض، بس كمان بنفس الوقت أنا بشوفها أو أتخوف من أنه تكون ذريعة في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو مخرج، بأنه من يدفع الثمن المباشر ناس الناس والقطاع العام. يعني طبعاً. حتى هذا بيرجع بيخدف للنقاش اللي كان يعني يضغى كل فترة على أنه نعطي زودة غلاء معيشة أو نعطي زودة، ولا هذا الشيء بيعمل تضخم بآخر شيء بيقولوا ترقية أو بيعمل تضخم بالوقت اللي ما بيعمل تضخم، لأنه ما حطوا سياسات لا نقدية ولا مالية، بس مش في أولويات أو أنا عند حاجة عند الضرورة، لأنه في أخشي برجع أنه في عالم في آدم ناس. تنحط بس تنحط ضمن سياسة، ضمن سياسة كاملة شاملة، مش ترقيع، مش بعطي زودة ثلاث مرات وبعدين بيرجع بيدفعوها من جيبتهم ثمن تضخم وخلص مش الحال، بيع قصص وهم وكله أباع أوهام للناس. بعدين بدي لك شيء، بتعرف قد ايه صرف هيك مصرف لبنان من ضمن الأزمة بلا باقتراض؟ انصرفوا من الاحتياط 23 مليار فاصل 47 من الأزمة. هلا عم ترجعوا تطلبوا انتم تشريع بهود المواضيع؟ وبتعرف على شو انصرفوا؟ مشان هيك انا طلبت لما كانوا بلجنه اداره والعدل، قلت لهم بدكم اعاده الثقه بين حاكم مصرف لبنان وبين الناس، تفضلوا سئلوا حاكمه بالمصاري اللي صرفت من خارج القانون لمين انصرفت ومين استفاد منها، ان كان من اموال من الدعم، من تهريب الاموال من تمويل للدوله، ولا سياسه الدعم اللي استفاد منها، ولا منصه الصيرفه اللي عم بتكلف الدوله وعم فكر انه الموظف هو عم يستفيد منها، عم يستفيد منها مافيات من فتاتها كبيره، عم يستفيد من فتاتها. تفضلوا اعملوا التحقيق بهذا الموضوع وانشروه للناس وسائلوا حاسبوا لتبلش تنعاد الثقة. ما في ثقة رح تنعاد ما بين بلا مساءلة ومحاسبين كان قانونية ولا قضائية ولا سياسية، بلا كمان وضع سياسات يشترك فيها الناس وتروح لصالح الناس وليس لصالح كل من الناس. بدي منك سريعا مؤخرا يعني بشقين، ازداد الخطاب المعادي تجاه اللاجئين السوريين متزامن ايضا مع قرار صدر عن البرلمان الاوروبي تم التاكيد يعني تم تحريفه بشكل او باخر، لانه نص القرار الاوروبي مش مثل ما تم توصيفه بالبيان، وايضا تزامن بالاضافه على ذلك الى خطاب يعني يهاجم المثليين، وصار في يعني نقاش طويل عريض حوله. خطاب نصر الله قصدك؟ خطاب امين عام حزب الله. وايضا سبقوا حملات شبيهه، يعني كان القوات اللبنانيه مش القوات اللبنانيه جنود الرب الحر وجنود الرب المحسوبين على يتهمون المحسوبين على المصرف في انطون الصحناوي. برايك هذا الخطاب هو اللي حرف الانظار عن المشكله الحقيقيه اللي عم نواجهها ولا لا؟ هيدا بتعرف شو خطوره هذا الخطاب لامين عام نصر الله؟ انه عم بيقول قلت له هود الناس استنادا على العقيده. أنا سؤال بدي أسأله، هل التشريع بده يصير على استناداً على عقيدة وحدة موجودة بالمجتمع؟ هل الدولة بتشرع استناداً على عقيدة وحدة من بين ما بعرف كم عقيدة موجودة؟ طيب في ناس تانيين بيحملوا عقيدة مختلفة، شو بتقلن لهالناس؟ شو بقلن؟ بقلن أنتم ما لكم مطرح عقيدة هي اللي بتحكم بلبنان؟ طيب كيف ما ندير التنوع بلبنان؟ إدارة التنوع بأي مجتمع وخاصة في المجتمع اللبناني شو بيتطلب؟ أنه يندار التشريعات والسياسات العامة بناء على عقيدة واحدة؟ كيف عم نقول نضحك على الناس ومنقول في عايش مشترك اللي الكلمة الشعبوية قد ما بدك؟ أنا عندي مشكل أنه أنا هيدا الخطاب ليس مبني على مفهوم الدولة، ليس مبني على مفهوم الدستور، على الإعلان العالمي الموجود بالدستور، مش مبني على اتفاقية دولية اللي نحن مرتبطين فيها كدولة. نحن عم نقول لهم تعالوا نشرع ونقتل الناس على أساس عقيدة واحدة موجودة من أصل عدة معتقدات موجودة بمجتمع متنوع. هيدا المشكل الحقيقي. إذا شو بتعمل إذا أنت بدك تفرض أنه عقيدتك تشرع أساسها؟ معناتها أنت بدك تستقوي على العقائد بين المعتقدات الموجودة التانية والأفراد اللي بيحملوا معتقدات تانية وتقول لهم أنا الأقوى وأنا أشرع حسب هذا خارج الدولة. أنا بشوف أنه هيدا الشيء ليشد عصب الناس، يمكن ليحول عن الإشكالية الحقيقية اللي عم نواجهها هلأ من انهيار وتحلل للدولة، لنروح نشد عصب الناس ونحط انه الهجوم الحقيقي هن الزواج المبكر والمثليه.
اللي مفروض هو ينقره على أساس حقوق الإنسان وليس على أساس عقيدة مجموعة. أنا هون بشوف الخطر. ما بقى بدنا نشد عصب الناس، ما بقى نخوف الناس، بقى بدنا نواجهها بعقولة، نحكيها بعقولة ونشوف حل مع مفهوم الدولة، مفهوم كل الناس. بس بدي أقول شغلة، أختم بشغلة آدم فضلي. معك أنه أي فرد يحمل معتقد إن كان شيعي أو مسيحي أو درزي أو البدكي ويتعرض للتمييز بسبب معتقده، نحن واجباتنا نحميه ونحط آليات ونحاسب من ميز ضده، من مارس العنف ضده، وحتى أنه تعود له. أنا هيك بشوف، أنا بشوف أي شخص يحمل هذا المعتقد يجب حمايته أول شيء بممارسة معتقداته طقوسه الدينية، ويجب حمايته من التمييز ومن البطش ومن العنف من الآخرين. هيك أنت بتحمي الأفراد وتحمي التنوع، وليس أنك أنت تشرع أساس معتقد واحد. أنا بحليمة قعقول، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وعلى كل المعلومات على هذا النقاش. شكرا لك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.